أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة الحديث الخامس عن أبي عبيدة وزرارة جميعا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لما قتل الحسين عليه السلام أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين عليه السلام فخلا به فقال له يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين عليه السلام ثم إلى الحسن عليه السلام، ثم إلى الحسين عليه السلام وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى على روحه ولم يوصه وأنا عمك وصنو أبيك وولادتي من علي عليه السلام في سني وقديمي احق بها منك في حداثتك فلا تنازعني في الوصيه والامامه ولا تحاجني فقال له علي بن الحسين عليه السلام يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق اني اعظك ان تكون من الجاهلين إن أبي يا عم صلوات الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق. وعهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة. وهذا سلاح رسول الله صلى الله عليه واله عندي. فلا تتعرض لهذا فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال. ان الله عز وجل جعل الوصيه والامامه في عقب الحسين عليه السلام فاذا اردت ان تعلم ذلك فانطلق بنا الى الحجر الاسود حتى نتحاكم اليه ونساله عن ذلك قال ابو جعفر عليه السلام وكان الكلام بينهما بمكه فانطلق حتى اتى الحجر الاسود فقال علي بن الحسين لمحمد بن الحنفية ابدأ أنت فابتهل إلى الله عز وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سل فابتهل محمد في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال علي بن الحسين عليه السلام يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك قال له محمد فادع الله أنت يا ابن أخي وسله فدع الله علي بن الحسين عليه السلام بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك الميثاق جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي عليه السلام فتحرك الحجر حتى قاد ان يزول عن موضعه ثم انطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين فقال اللهم ان الوصيه والامامه بعد الحسين بن علي عليه السلام الى علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وابن فاطمه بنت رسول الله قال فانصرف محمد بن علي وهو يتولى علي بن الحسين في هذا الحديث الشريف المروي بطرق مختلفة صحيحة بعض دلائل إمامة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا فيما مضى أن دلائل الإمامة متعددة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الأئمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار الأنبياء كذلك الله سبحانه وتعالى يختار الأئمة وليس للناس خياره في ذلك. سواء الناس آمنوا بالرسل أم كفروا بهم، الرسل رسل من قبل الله سبحانه وتعالى. سواء الناس صدقوا الأئمة أم كذبوهم، فهم أئمة من قبل الله سبحانه وتعالى. وفي سورة البقرة هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إبراهيم كان نبيا وكان رسولا الله سبحانه وتعالى اختبره باختبارات متعددة وكان أصعب تلك الاختبارات اختباره ب أمره بأن يذبح ولده وهو في الكبر فأتمهن يعني نجح في جميع تلك الاختبارات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين الإمام عهد الله وهذا العهد لا ينال الظالمين فإذا هي ليست عهدا من الناس، وإنما هي عهد من الله سبحانه وتعالى. نبي يصير رسول بعدين يصير إمام، لكن لأن النبوة ختمت برسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فالأئمة من بعد رسول الله محمد ليسوا بأنبياء، لكن لهم منصب الإمامة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام: انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، ومن منازل هارون انه اذا غاب موسى فهارون يكون خليفه له، وقال موسى لاخيه: هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل ال مفسدين. وعلائم الامامه كثيره، الله سبحانه وتعالى جعل علائم متعدده لعامه الناس. منها النص من رسول الله صلى الله عليه واله ومن الائمه الماضين. ومنها الوصيه، الامام السابق يوصي للامام اللاحق. أو الرسول يوصي لأمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام. ومن علائم الإمامة امتلاك سلاح رسول الله صلى الله عليه واله ومواريث الأنبياء. ومن علائم الإمامة الإعجاز معجزة. وهذا الحديث يتضمن ذكر هذه المعاجز. وهذه العلائم. وحاصل الحديث انه لما استشهد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام في يوم عاشوراء، والله سبحانه وتعالى حفظ الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام، فبعض الناس مالوا الى امامه محمد ابن الحنفيه، محمد ابن الحنفية هو محمد ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإنما أمه خولة الحنفية من بني حنيفة، واشتهر بأنه محمد ابن الحنفية للتمييز بينه وبين الإمام الحسن والإمام الحسين حيث إنهما أبناء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو أكبر أبناء أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. في الجهة الاجتماعية هو يعتبر الشيخ والكبير للأسرة شيخ العشيرة مثلا بتعبير هذا اليوم. هكذا يعتبر. فكثير من الناس كانوا يميلون الى امامته لو ادعاها، وقد ادعت الكيسانيه له الامامه، هو لم يدعها كما يظهر من هذا الحديث واحاديث اخرى، لكن الكيسانيه ادعوا انه هو الامام، وانه غائب، وانه هو المهدي، وانه يعيش في رضوى جبل في اطراف المدينه. على كل حال فهو لم يدعي الامامه وانما ادُعيت له. اكو فرق بين ان واحد يدعي او يُدعى له وهو بريء من تلك الدعوه. يعني مثلا الان احنا عندنا غلاة غلوا في عيسى عليه الصلاه والسلام واعتبروه الها احد الالهه الثلاثه او هو الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. عيسى لم يدعي انه هو الله ولا ادعى انه ابنا لله، وانما ادعت النصارى له ذلك ولذا في سوره المائده في المحكمة الإلهية في يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم إلى آخر الآية هناك الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى وإنما يسأله ليتبين للذين ادعوا ألوهيته أو بنوته لله سبحانه وتعالى يتبين لهم كذب ادعائهم وأن عيسى عليه السلام لم يدعي ذلك فيبرع عيسى عليه الصلاة والسلام مما قال وكما غلت النصارى في عيسى عليه السلام كذلك غلا بعض المسلمين في بعض الأئمة عليهم الصلاة والسلام فخرجوا بغلوهم عن الإسلام ادعوا ألوهية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام والبعض ايضا ادعى الوهيه بعض الائمه عليهم الصلاه والسلام. وهكذا ادعيت الامامه لبعض ذريه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام من غير الائمه من اهل البيت وهم براء من هذا الادعاء. يعني مثلا اسماعيل رضوان الله تعالى عليه كان من الصالحين <applause> لكنه مات في حياة الإمام الصادق فهو لم يدع الإمامة ومات في حياة والده لكن بعد ذلك بسنوات ادُعيت له الإمامة مثلا أو البعض ادعوا الإمامة لولده هكذا محمد بن الحنفية كان سليم العقيدة لم يكن اماما ولم يدعي الامامه. هذه القضيه التي حدثت في مكه بين الامام زين العابدين وبين محمد ابن الحنفيه، هذه القضيه لم تحدث مباشره بعد استشهاد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، لان الامام زين العابدين رجع الى المدينه بعد استشهاد الامام الحسين. فلعله بعد ذلك ذهب الى الحج وكان في تلك السنه معه محمد ابن الحنفيه. هنا احتمالان الاحتمال الاول ان محمد ابن الحنفيه كان يريد اظهار امامه الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام. فهذا الكلام بينه وبين الامام زين العابدين لاظهار دلائل امامه الامام زين العابدين. وخاصة حينما ذهب إلى المسجد الحرام إلى الحجر الأسود فلعله كان المسجد الحرام فيه الكثير من الناس الذين شاهدوا القضية هذا احتمال ولعله هو الاحتمال الأقرب والأنسب بجلالة محمد ابن الحنفية الاحتمال الآخر أن محمد ابن الحنفية رغب في ان يكون الامام ولكن لما استمع الى دلائل امامه الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام انصرف عن هذه الرغبه هو مو معصوم هو سيد جليل القدر لكنه ليس بمعصوم وغير المعصوم قد يخطئ وقد يذنب وقد يرغب في ما ليس له وهذا الحديث يدل أنه بعدما شاهد ما جرى مع الحجر الأسود أنه كان يتولى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وحاصل هذا الحديث أن محمد بن الحنفية والإمام زين العابدين عليهم الصلاة والسلام كان في مكة وهنا محمد بن الحنفية يذكر الإمام زين العابدين بأنه قد علمت هذا كان في خلوة فخلا به يعني في مجلس خاص مو ادعاء للإمامة بينه وبين الإمام زين العابدين علمت ان رسول الله دفع الوصية والامامة من بعده الى امير المؤمنين. يعني اوصى به ودفع اليه مواريث الانبياء. لانه كما مر فيما مضى مفصلا ان هناك مجموعة من مواريث الانبياء. هذه محفوظة في صندوق من جلد وهو الجفر الابيض. في الجفر الأبيض يوجد كتب الأنبياء السابقين 104 كتاب نزلت على الأنبياء السابقين على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى داود هذه كتب وعلى أنبياء آخرين نزلت عليهم هذه الكتب بنسختها غير المحرفه. كان الانبياء يتوارثونها الى ان وصلت الى عيسى ومن عيسى الى اوصياء عيسى، الى ان سلمها اخر وصي لعيسى الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله. ومن بعد الرسول انتقلت الى امير المؤمنين ثم الامام الحسن ثم الامام الحسين وهكذا وهي الان بحوزة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا هناك صندوق آخر هو الجفر الأحمر فيه مواريث الأنبياء من غير الكتب مثل عصا موسى وخاتم سليمان وطشت موسى عليه الصلاة والسلام وهكذا وسلاح رسول الله محمد صلى الله عليه واله. وهذه وصلت إلى رسول الله ومن بعده إلى الأئمة عليه الصلاة والسلام. فيقول محمد بن الحنفية قد علمت أن رسول الله دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين، يعني أوصى به وعينه بأمر من الله إلى الإمامة وسلمه المواريث ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك ولم يوصي. ماكو وصية فحيث لم يكن وصيه فالاكبر والاقرب يكون هو الاولى الجواب الامامه ليست بالكبر يمكن واحد يكون كبيرا في السن ويكون اماما يمكن واحد صغير في السن ويكون اماما مثل النبوه واحد مثل رسول الله محمد صلى الله عليه واله يبعث الى الرساله وعمره أربعين عاماً، وهو كان نبياً قبل أن يخلق الله آدم عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبياً وهو في المهد "إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً"، هو نبي وهو في المهد، وإنما رسالته بعد ذلك كانت وعمره سبع سنوات. يمكن واحد يكون كبير تأتيه النبوة والامامة، يمكن يكون صغير تأتيه النبوة والامامة. نعم من علائم الامامة ان يكون اكبر اولاد ابيه الاحياء من غير عيب. الامام الحسين عليه الصلاة والسلام اكبر ابنائه علي الاكبر، لكن علي الاكبر قتل في حياة الامام الحسين. فلم يكن اماما. أكبر الأبناء الأحياء من كان؟ الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. إسماعيل رضوان الله تعالى عليه هو أكبر أبناء الإمام الصادق، لكنه مات في زمن الإمام الصادق. الثاني عبد الله الأفطح، لكنه كان معوقاً. فلذا إسماعيل لم يكن إماماً، لأنه مات في حياة الإمام الصادق. وعبد الله الافطح لم يكن اماما لانه كان معوقا فيه فطح فوصلت الامامه الى اكبر الابناء الاحياء من غير عيب اللي هو الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام، وهكذا صار الائمه فليست الامامه بمقدار العمر يمكن واحد عمره كثير يمكن واحد عمره قليل والذي اعترضوه على امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام يوم السقيفه انه حديث عهد سنة ثلاثة وثلاثين سنة أكو ناس كبار أنت انتظر سري يوصل لك مثلا فليس سن محمد ابن الحنفية هو الذي يرجحه إلى الإمامة يقول أنا أقرب لأن أنت حفيد أنا ابن أنا ابن علي بن أبي طالب وأنت حفيد علي بن أبي طالب مثلا والجواب على ذلك صحيح أنت ابن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكنك ليست لست ابن فاطمة بنت رسول الله، وهذا ما يشير إليه الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في كلامه. يقول: وأنا عمك وصنو أبيك. الصنو نخلتان جذرهما واحد لكن الجذع مختلف أحيانا شايفين نخلتان متلاصقتان أو ثلاثة ثلاثة من النخيل من أشجار النخيل متلاصقة جذرها واحد لكن الجذوع ثلاثة أو اثنان كل واحد منهما أو منهم يسمى صنوا وأنا عمك يعني عمك اجتماعيا اولى منك وصنو ابيك من جذر واحد نحن وهو علي بن ابي طالب وولادتي من علي في سني عمرهم اكبر منك وقديمي يعني وانا قديم الي فضائل في غزوه في, في معركه الجمل وفي معركه صفين كان له الايادي البيضاء في معركة الجمل الإمام زين العابدين لم يكن قد ولد لأن معركة الجمل كانت في سنة سبعة والإمام زين العابدين ولادته كانت في سنة ثمانية وثلاثين وكذلك في معركة صفين الإمام زين العابدين كان حديث أحد بالدنيا يعني يمكن عمر السنة أو أقل من سنة فلا تنازعني في الوصية والإمامة نص ما أكو فنجي للفضائل، فضاء فضائلي أكثر منك. ولا تحاجد، ولا تحاجني، يعني لا تحاججني. فقال له علي بن الحسين عليه السلام: يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قلت ماكو وصية، لا اكو وصية. إن أبي أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق، قبل ما يطلع إلى العراق، أوصى: أنت ما سمعت الوصية هذا لا ينفي وجودها، وعهد إلي في ذلك قبل أن يُستشهد بساعة، عهد إليه بالإمامة قبل ساعة من استشهاده، يعني في الطلعة الأخيرة التي طلعها في يوم عاشوراء قبل أن يخرج، عهد اليه بالامامه وخرج وقتل صلوات الله عليه. فاولا الوصيه موجوده. ثانيا من علائم الامامه وهذا سلاح رسول الله عندي. فلا تتعرض لهذا يعني لادعاء الامامه فاني اخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال. اما هذا اثر وضعي انه اذا واحد ادعى الامامه وهي ليست لها بحق الله سبحانه وتعالى يقصم عمره وهكذا أدعياء الإمامة كانوا أو بيان لأمر واقعي أنه بني أمية يأتون ويقتلوك لأن الإمام زين العابدين كان في تقية معتزلا بعد نفسه عن خطرهم لكن محمد بن الحنفية كان ظاهر بارز يروح يجي إذا كان يدعي الإمامة كانوا يأتون ويقتلوه مثلا وتشتت الحال إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين هذا بيان لأمر واقعي زين الروايات التي دلت على أن الإمامة في ذرية الحسين كثيرة وقد تلونا فيما مضى مجموعة منها هسه إذا تريد تشوف معجزة تعال نروح للحجر الأسود لأن الحجر الأسود حسب ما في الروايات هو ملك الله سبحانه وتعالى اودعه مواثيق الانبياء يعني المواثيق التي اخذها من الانبياء الحجر الاسود شاهد عليها في يوم القيامه يشهد على الانبياء وايضا في عالم الذر حينما اخذ الله سبحانه وتعالى العهد من جميع الناس واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. هذه البلاء شهدها هذا الملك اللي هو الحجر الاسود. وهو في يوم القيامه يشهد ولذلك عندنا من المستحبات انه اذا طوف انت حول الكعبه حينما تصل الى الحجر الاسود استلم الحجر اذا زحمه من بعيد اشر الى الحجر الاسود واقرا هذا الدعاء هذه امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. فالحجر الاسود ملك. الله سبحانه وتعالى أنزله إلى الأرض من عالم الملك والملكوت إلى عالم الدنيا وحوله إلى شكر حجر يناسب هذا العالم أنت تشوف حجر لكنه هو ملك له حياة لا نشعر بها ويشهد على من يوافيه هناك زين راحوا إلى الحجر الأسود أنت اسأله من هو الإمام محمد بن الحنفية سأله ما أجابه الإمام زين العابدين سأله فدعا الله علي بن الحسين بما أراد الدعاء شنو كان لا نعلم ذكر الاسم الأعظم أقسم لله سبحانه وتعالى بحرمه الرب سبحانه وتعالى لا نعلم لكن الامام دعا دعاء مستجابا ثم قال اسالك بالذي جعل فيك ميثاق الانبياء وميثاق الاوصياء وميثاق الناس اجمعين لما اخبرتنا من الوصي والامام بعد الحسين بن علي عليه السلام فتحرك الحجر حتى كاد ان يزول عن موضعه حركه كاد ان يسقط هذا الحجر. ثم انطقه الله عز وجل، مو واحد يجي يقول هذا حجر شلون تكلم؟ الله سبحانه وتعالى يتمكن من ان ينطق كل شيء، حتى في يوم القيامه القران يقول شنو؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ثم انطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين. فقال اللهم ان الوصيه والامامه بعد الحسين بن علي الى علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وابن فاطمه، هذا الكلام للدلاله على انه انت تدعي انه انت ابن علي، صحيح انت ابن علي بن ابي طالب عليه السلام، لكن لست ابنا لفاطمه فلا تستحق الامامه وابن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال الامام الباقر فانصرف محمد بن علي وهو يتولى علي بن الحسين ما عاند ما كذب ما قال هذا السحر كذا لا وهو يتولى علي بن وهو يتولى علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام ورحمة الله تعالى على محمد بن الحنفية ورضوانه عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين